احنا النهارده كان عندنا تحدي رسمه الفار. وريني ملزمه يا ولاد يا فار، ملزمه فيها الفار. اول واحد نوح، هما لسه بيلونوها، حتى الالوان هنا عنده فراغات كتير. رسمه الفار اهي، دي بتاعت نوح ودي بتاعت مريم ودي بتاعت الجميله رودينا. كل واحد مننا طبعا كان عنده اخطاء كتير، ظبطت معاهم على قد ما اقدر وعملوا كويس. اللي كان مركز النهارده وكويس بصراحه هو نوح، لان يعني المره اللي فاتت كنت زعلانه، بس المره دي كان كويس جدا وشطور. برافو عليك يا نوح. انهي بقى رسمه حلوه؟ بصراحه انتوا الثلاثه حلوين، عندكم مشكله في الالوان، في فراغات عندكم انتوا الثلاثه. عندك فراغات يا نوح، بعد كده انا اخد بالنا منها. وانتي بسيطه شويه الفراغات بتاعتك، الفراغات اللي هي الحتت البيضه الصغيره. تمام. وتشخبطي شويه كتير يا مريم، ها مش عايزه الشخبطه دي. وهنا نفس الموضوع، عندنا فراغات ومشخبطين وما بتلونيش في اتجاه واحد، مع اني شرحت هنا اهو، اهو شرحت لك قلت لك باللون في اتجاه واحد، يا كده يا كده. اوكي يا رضينا، انتوا الثلاثه بصراحه قرب شويه يا نوح، انتوا الثلاثه بصراحه ممتازين، تسلم ايديك. يلا كلنا نسقف لهم.